أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. محاكمة ريهام سعيد في قضية التشهير بفتاة المول. ظهور أحمد السقا بمفرده في حفل يني يفتح باب الشائعات الطلاق من جديد. سمية الخشاب تكشف عن عدد زيجاتها وتعلن أنا مخطوبة وهذا العام موعد زواجي. افتتاح مهرجان الموسيقى العربية ودقيقة حداد على ضحايا الطائرة الروسية. سعيد ترابك يتعرض لوعكة طارئة وزوجته صحته جيدة وننتظر موعدنا القادم. حددت محكمة جناح الجيزة 25 نوفمبر الجاري لنظرة الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبر المحامي بصفته وكيلا عن سمية المعروفة إعلاميا بفتاة المول في جنحة مباشرة ضد الإعلامية ريهام سعيد وشبكة تلفزيون النهار. وقالت سمية في دعوتها إن ريهام سعيد خلال استضافتها لهذا البرنامج صبايا الخير ابتعدت عن قواعدها المهنية والحيادية وفضلت الانسياق وراء الساقطات ورغبتها في تحقيق نسب المشاهدة المرتفعة لبرنامجها وإن ما ارتكبته الإعلامية في حق المجني عليها يعد جريمة تشهير. وأضافت الدعوة إن ريهام سعيد سرعت إلى استغلال الواقع لإشعال حلقتها ونشر صورا شخصية للفتاة وسرقتها من على هاتفها المحمول دون إذن كما قامت المذيعة بابتزاز الضحية وتهديدها علنا أمام المشاهدين بقولها مش عاوزة تضحي وعندي صور تجعلك تندمين إلى الأبد. ظهور أحمد السقا بمفرده من اصطحاب زوجته مع الصغير فتح باب الشائعات الطلاق من جديد، خاصة وإن في مثل هذه الحفلات يصطحب السقا زوجته معه. وبعد أن انتشرت أخبار في شهر أغسطس الماضي حول طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وبالرغم من خروج السقا ونفيه لهذه الإشاعات إلا بعض البرامج أكدت خبر الانفصال، ولم يخرج أحمد السقا مرة أخرى لينفي أو يؤكد الخبر. قالت سمية الخشاب إنها اتجوزت 3 مرات، وأضافت سمية إن أول زواج لها كان في العمر 23، مضيفا أن آخر زيجة لها انتهت منذ فترة طويلة. وكشفت سمية إنها تعيش حالة من الحب مع خطيبها الحل الذي رفضت الكشف عن هويته. انطلقت فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالوقوف دي أحداد على أرواح ضحايا الطائرة الروسية. وقالت رئيسة دار الأوبرا المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم إن دورة المهرجان تم إهدائها إلى روح الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. قالت الممثلة الصاعدة سارة طارق إن زوجها الفنان القدير سعيد ترابك تحسنت صحته بشكل كبير ويتواجد حاليا في منزله، مشيرة إلى أنه تعرض لدوخة سكر أثناء تصويره لأحداث بمسلسل بث مباشر الذي تطلب نقله لأحد مستشفيات أكتوبر بجانب موقع التصوير لإطمئنان عليه. وأضافت أن زوجها الآن يتمتع بصحة جيدة بعد أن خضع لبعض الفحوصات الطبية، مشيرة إلى أنه ينتظر مولودا قادما حيث أنها حامل في شهرين. ودي كانت نهاية نشرتنا الفنية، كان معكم وجيد عبد اللطيف أخبار اليوم.